لجميع الخريجين اليوم، وكل شعور بالفخر والسرور بأن أكون بين كوكبه من خيرة الأبناء والذين نؤمن جميعا بمدى حاجة هذا البلد لطاقتهم وإبداعاتهم. الحضور الكرام، إننا اليوم في هذا الحفل الكريم نؤكد وبكل اعتزاز أننا في دولة قطر وتحت القيادة الحكيمة لسيدي حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى حفظه الله ورعاه الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، ماضون في مسيرة التقدم والتطوير، وها نحن نؤكد تميزنا في مواكبة العصر الرقمي.